أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إيه بقى؟ عن احتياج لدى وزارة الأوقاف. طب الوزارة عاوزة تتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس على مستوى الجمهورية. الراغبين يتقدموا. حلو؟ ليه؟ لأنه لازم الأول يتقدم يعرف إيه هي الشروط ويعرف التقديم بيتم إزاي وما إلى ذلك. ده هيتم من خلال بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا لمن يريده من يوم 18 فبراير اللي احنا هنبدأه بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو هنبدأه بعد حوالي يعني 27 دقيقة، 18 فبراير ولحد يوم 4 مارس. إيه الشروط؟ الشروط طبقا للإعلان بيقول أنه يكون متمتع طبعا بالجنسية المصرية، أنه يكون محمود السيرة آسف وحسن السمعة، أنه ما يكونش سبق واتحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، انه ما يكونش سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي، وما لم تمضي على صدوره 4 سنين على الاقل، ما يزيدش السن عن 30 سنة من تاريخ نشر الاعلان. ان المتقدم يكون من الذكور، يعني الالف امام وخطيب ومدرس من الذكور. انه يكون المتقدم طبعا خريج جامعة الازهر او احدى الكليات الازهرية. طبعا في حاجات بقى شروط تانية متعلقة بالتقديرات بتاعته بالدرجات التراكمية الى اخره. خلونا ناخد معانا. ازيك يا دكتور ايمن؟ لا ما فيش حد بيزعل من جاره. ازي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ ربنا يخليك يا يوسف، وحشنا ولا ينقصنا الا رؤياك. حضرتك اكتر والله حبيبي يا دكتور. دكتور الدكتور عبد الله واحد. يا سلام، كلنا واحد والله، ربنا يخليك يا رب. دكتور أيمن، كلمنا عن احتياج إلى 1000 إمام وخطيب ومدرس. على ما يبدو الوزارة يعني مستمرة في ضخ دماء جديدة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والحقيقة أستاذ يوسف هي كان تصديق من فخامة الرئيس على الإعلان عن 3000 وظيفة للأئمة و 3000 وظيفة للعمال على مدار 3 سنوات متتابعة، بواقع 1000 وظيفة للأئمة و1000 وظيفة للعمال يعلن عنها في يناير من كل عام لمدة 3 أعوام. تم الإعلان عنها في يناير الماضي وتم الانتهاء من مسابقة الأئمة الأولى، وإحنا يعني تم الإعلان زي ما حضرتك تفضلت النهاردة اليوم عن مسابقة الأئمة الثانية، وده كله في يعني في إطار تمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه في خدمة الفكر المستنير في أعمار بيوت الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني احنا المسابقة المرحلة دي محتاجين فيها 1000 إمام، وزي ما حضرتك ذكرت بعض الشروط اللي هي المفروض تنطبق على الإمام، ومنها يعني يكون خريج كلية من الكليات المناسبة، يعني تحديدا كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. برضو عندنا يعني مفتوح المجال لكليات اللغات والترجمة من قسم الدراسات الإسلامية، يعني جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر، شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة لغة عربية، شعبة اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، يعني المجالات مفتوحة لعدد كبير جدا، لأن احنا عايزين زي ما حضرتك عبرت كده عايزين نضخ دماء جديدة، وعايزين فكر الشباب الوسطي المستنير بعد ما يخضع للمسابقات المؤهلة لكده. وبالتالي بيخضع إلى اختبارات كتير كمان ثم دورات كمان للتأهيل قبل توليه المهمة. طبعا يعني حضرتك عارف لما بيكون الامتحان مركزي بيكون فيه شفافية ونزاهة أكتر، وده اللي احنا شفناه في المسابقة الأولى، يعني منتهى الشفافية ومنتهى النزاهة، وال يعني الشباب اللي يعني اثرت المسابقه عن نجاحهم حاجه كده ان شاء الله، يعني هتكون دافع جديد وهتكون حاجه مشرفه للدعوه في مصر ان شاء الله. بعد ما يخضعوا بقى للدورات، احنا عندنا بيبقى اول ما الامام بيتم تعيينه بياخد دوره تاهيليه، بعدين دوره تخصصيه، بعدين بيدخل على دورات نوعية ودورات متقدمة في كثير من المجالات. يمكن احنا قلنا قبل كده مع حضرتك ان بيبقى فيه للأئمة دلوقتي دورات في السوشيال ميديا، دورات في الاستراتيجية والأمن القومي، دورات في علم الاجتماع وفي علم النفس، لان احنا عايزين يكون عندنا إمام عصري، إمام طبعا عنده فكر ثاقب، عنده دراية ووعي
باللي بيحصل حواليه وبالتحديات اللي ممكن تواجه الوطن. إمام مطلع ومثقف وعلى دراية كاملة. أنا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا على التليفون. إلى أن نلتقي جاري العزيز والرائع، ونشوفك برضو في البرنامج، يبقى حاجة تسعدنا وتشرفنا. دكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.